واحد الكلبه والده مسكينه هنايا في هاد البلاصه صيفطوا لي لوكاليزاسيون نجي دابا هنايا ما لقيتهاش لقيت غير وليداتها شوفوا الحاله ديالها السلام عليكم واضح زكريا ناني 26 عام بزاف الناس كيعرفوني مهتم بهاد الكونتوني هذا ديال الكلاب في المغرب هاد الكونتوني الحمد لله هزينا به ولا معروف ولا اي واحد كيربي كليه بزاف الناس انتريساو بداكشي اللي كندير ربو كليبات ولاو كيعرفوا كيفاش يتعاملوا مع الكلاب والحمد لله غادي ندوي لكم على راسي شويه نرجع شويه للور باش ندوي على راسي كيفاش ليستوار اصلا كيفاش تدار زكريا ناني في هذا الكونتوني هذا حيت كنت جربت بزاف ديال لي كونتوني دراري صحابي والناس اللي كانوا كيعرفوني عارفين هذا الشيء شحال هادي كنت كندير دي فيديو عادي كنبارطاجي مع الناس حياتي وداك الشيء درت بزاف ديال لي كونتوني حتى شي حاجه ما صدقات حتى شي حاجه ما عرفني بها الناس ما درتش في هذيك لاشوش اللي غادي تخلي الناس يبغيوني ويتفرجوا فيا واحد الوقيته بديت كنصور الكلاب اللي كاينين في سوق القريعه اللي كاين في كازا انا كنسكن في كازا وملي بديت كنبارطاجي هاد دي فيديو في القريعه واحد النهار بالصدفه سبحان الله العظيم واحد الحاجه اللي غطرة اللي غادي تبدل غتبدل كل شيء في زكريا ناني اللي هي ديانا الكلبه ديالي كاع الناس كيعرفوها انا صورت الكلاب ديال القريعه كاملين ووصلت عند ديانا قلت ليه بشحال هادي قال لي ب 1300 درهم ويقول لي الدري صاحبي اش بان لك حبست الفيديو قال لي اش بان لك تشريها صافي شريتها ما كان عندي لا فين نحطها لا حتى شي حاجه شريت ديك الكلبه بارطاجيت داك الفيديو ديال اشتريت كلبه من سوق القريعه باقي عاقل عليا بحال ما هكذا داك الفيديو بالضبط كان شاف بزاف صور لينا مع ديانا الدري صاحبي عاود بارطاجي معنا ديانا فين حطيتي ديانا فوالا كاين حل بديل انك تقتل الكلب لان راه ماشي مخلوقين عبثا هكاك باش تجي انت يخرجوا لك فلوس وتمشي تقتلهم راه ماشي حل الحل هو تكثروا من الجمعيات وكاين واحد الحاجه سميتها التعقيم والفاكسان